معرض ارض المعارض بمصر بالكويت، من انجح وافضل المعارض اللي شفتها بحياتي بعالم المقاولات. انا اسمي بلال غادر من شركه الصالح للمقاولات، انا مدير المبيعات هناك. احنا مخدين ومشاركين هاي السنه معهم لشركه بدبي. طبعا الكونستراكشن تبعهم كان جدا رائع، طريقه الادفيرتايزنج اللي سووها لحتى يزبوا الفيزيتر كانت جميله جدا. طبعا شاركنا لحتى ننشر العروض والأفرات اللي احنا مسوينا عن طريق الشركه المنظمه اللي مسويت لنا المعرض، وكانت الطريقه جدا ناجحه معنا، والحمد لله توفقنا بعملاء جدا جميلين. ومش بس هذا المعرض، راح نشارك معهم بكل معرض عم يعملوا لنا اياه، واحنا بنشكرهم وبنشكر دعمهم لنا. وان شاء الله احنا راح نكون على قد يعني على قد الدعم اللي هن دعمونا اياه، راح ندعمهم زياده وناخذ معهم نشبوث 3 و4 و5. وبنشكر هاي الشركه الحلوه واحلى شركه بالعالم تعاملنا معها بتنظيم المعارض.